والله انا ماني قادر، والا كنت رحت معهم وسبت سواق فيه. سيدي الله يرحمه ويرجع مسواه الجنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم اولين يا سلام. لا انا سمعت لكم كمان انه مرت المرحوم ام ادهى واخواتها بدهم يجوزوها. اخر حرب بعد ابوها وامها وجوزها ما لحدا. بس يعني مين بده ياخذها هي وراها ثلاث اولاد؟ لأنه الحلمة مثل ما بتعرفوا فينا رزقها وشبيد مين بيتمناها. صح والله أنا ما خفيت بالي يا برنا. سيد راسي يعني هلأ هنين بيعطوها لأي منك؟ ايه ابو نجيب بيردوا جماعة بدون السترة. شو ابو نجيب شايف ادنك معنا؟ انا اعوذ بالله عليك يعني فرجي الولاد عصنتوا شو دخلني انا؟ لا اعوذ بالله. لك اللي حيط قلبك لا تكون ناوي تخطبها. انا لا أعوذ بالله. لا لا شوفك يا اختي راسي مصيف انا. الله يستر الله يستر. امشي عند الله. يا سلام تعال اتفرج. يا سلام يا سلام. هلا اذا قلنا من الخان منطلع شي 10 براغيت باليوم. 10 براغيت شو؟ لا أعوذ بالله. شو 10 براغيت؟ 20 برغوت. بقول لك يا ابن نجيب ولا تخاف وخلي هي ولادها يصرفوا باليوم الواحد 4 براغيت بيضل لي 16 برغوت. 16 برغوت مناح والله مناح. وهي الحوش العربي يا سيدي اذا منكريه بالشهر 10 براغيت خلي يوم بصير انا صاحب الخان وبقعد ورا الطاوله تبع العقيد. ايوه ابو نجيب والله نقشت معك نقشه يا ابو نجيب. ومثل ما بيقول المثل سيدو المال من برا وضروب من هالجره. عيني عليك. عيني عليك يا ابو نجيب. ايش خوش مو بي هي ايه مات بلا الهي. ابو نجيب خود جيب سيدي. إذا وافقوا والله بتكون ناشد معك يا أبو نجيب. الله وكيلك تكون ناشد معك. وليش لحتى ما يوافقوا سيدي؟ ليش لحتى ما يوافقوا؟ لك يصحلن هيك صهر ما بكفي حأستر عرضن وأخذ أرملة وراها عالولاد مو يكتر خيري. هلا رشت مسك ومشي الحال. وين راحت أنيت المسك؟ ولي أحلى يكونوا حطوها لأن نجيب وقت اللي ماتت. بيني وبينك سيد راسي أنا ما بحب أتزوج حرمة يكون عندها رزقة. ليش؟ لأنه كل ما دق الكز جرة بتقعد تعيرك برزقها ما هي؟ يا عيني عليك يا عيني عليك. ابو ايش بسلامته قلت لي؟ ابو نجيب سيد راسي. ابو نجيب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ومنكم يا سيدي. عدم مؤاخذه من اي حاره انت؟ من حاره عياش سيد راسي. من حاره عياش. انا مو اكرم. ممكن يا سيدي. انا مو اكرم. بتعرف يا ابو نجيب انه الرجال اللي مثل حكايتك صاروا نادرين هالايام. شلون سيد راسي؟ ما فهمت عليك شلون يعني؟ قصدي يعني الرجال يلي كانوا يتعففوا وما يزلوا نفسهم لحرمتهم مشان رزقتها. يا كان سيد راسي لا كان. شو بيقول لك المثل؟ زينة الرجال عفت نفسه ما هيك سيد راسي؟ لك يسلم هالتم يسلم هالتم. هلا انا اطمنت على اختي واولادها ورزقتها بين ايديك. ايه سيد راسي وقلك علي هنيه واسعدها وخليها تنسى كل الاسى والحزن اللي عاشته. ولك ابو ادهم مو ابو ادهم والله العظيم لخليها تنسى. على كل حال اعطينا مهلة كم يوم لنفكر بالموضوع وبعدين نرد لك جواب. لك ليش سيد راسي ليش؟ خير البر عاجله. خلينا نقرا الفاتحه ونصلي على النبي. ماشي الحال مد ايدك تسلى شوي. ها؟ يلا قول. ايه بناكل شو يعني؟ على راسي والله بدياك. ابو نجيب. ايه ابو نجيب. شو بنا اختي؟ الستره منيحه والرجال طالبك بالحلال. ابو نجيب ابو نجيب. لسه بتقلي ابو نجيب ابو نجيب؟ ايه ابو نجيب. ليش شو ابو نجيب مو عاجبك؟ ولي على قامتي يا اخي بدكم تجوزوني ابو نجيب؟ مسخرت حاره عياش؟ ليش لك اخي ليش؟
هذا واحد ندله خسيس وجبان لقوه بخيل واكبر من ابوك الله يرحمه. بدك تتجوزي ورجلك فوق رقبتك وابو نجيب ما غيره. امشي يا اخي امشي، بحياتك لا تشاور حرمي، امشي حق علينا اللي عم شاورها. لك يبعت لحم، لك يبعت لحم تسلق عظام سلق. ما بدها تتجوز قال شو العريس ختيار. شو بدها لك انت قبريني؟ بدها شب مشوره. ايش عليه؟ ايه بدها تتجوز وغصبا عنها. هي عفاف انا ام قاعد ولا شوف كلمه مين بدها تمشي. شوفي انت وياها ما في شيء تقبرني، بس سمعنا اصواتكم طالعه يعني خفنا ما عفاف تغلط وتقوموا تروحوا تضربوها. يعني انا رايحه اعمل لكم كاسه شاي مشان تروقوا دمكم. ايه ايه لكن لكان خفنا انه تهجموا على عفاف وتضربوها. لك دقيقة جاي. خير شوفي ما في شيء يا اخي ما في شيء. يا سما صياح الله يسلم اليدين الله يخلينا صياح. اروح اعمل لي فتلي على كم ضيعه لبين ما يكونوا جماعه شاوروا حالي. احسن شيء بتعمله يا ابو نجيب. يا الله يا الله يا سلام ويا سلام. يبعت لي حم عليك يا ام وضاح. والله يا امي شوفتها بتقطع القلب. الله يكون بعونها يا مو، الله يكون بعونها. ولا هالمسكينة ابو وضاح الناس راد عم بارك له بالحجه وهو وكانه ما له عم يهز براسه. مصيبتهم مانا قليله، الله يعينهم ويصبرهم. امين يا رب العالمين. بعتي ايراد الخان لادهم؟ ايام بعتهم اليوم مع الداي ديبي. بس الله يعين ام ادهم على ما بلاها. ليش شبهها؟ بعد العز اللي كانت فيه صايره ملطشه للرايح وللجاي. حزير هلأ مين جاي يخطفها؟ مين؟ أبو نجيب. يبعت له حمى تسلقه. شو؟ أبو نجيب؟ أي والله يا مو، وإخواتها أكيد رح يعطوه. لا يا مو، هاد الحكي ما بصير، ما بصير بنوب. إخواتها هيك بدهم، نحن شو دخلنا بهالشغلة؟ يا أمي برضاي عليك أنت لا تتدخل، يصطف له منهم لأختهم. لك شلون شو دخلنا يا مو؟ شلون شو دخلنا؟ شو نسيتي هاي حرمة مين كانت؟ على كل حال الصباح رباح. أهلين بالعقيد الله يحميه. أهلين أبو الفخر. مور عقيد. شفت لي أبو نجيب شي؟ لا والله يا عقيد اليوم ما شفته، بس بتحب رو دور لك عليه؟ إيه الله يرضى. شو له عنده؟ شفت إياش كأنه ببيته. كأنه شاهر عياش عارضك ضروري خليه يجي لعندي على على راسي بتأمر عقيد. الله معك. أبو الفخر. أمرني عقيد. شفت لي أبو نجيب شي؟ لا والله ما شفته. خير شو بدك من عقيد؟ عاوزه السلام عليكم عقيد. أهلين رشدي. أهلين عقيد. عقيد يعني من بعد إذنك أنا كبرت وابن عمتي أبو نمر الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. سماني أبو عجاج. شو علي؟ أهلين أبو عجاج. أهلين فيك عقيد. شو صار معه أبو نجيب لقيته؟ لا والله عقيد ما لقيته. ماشي الحال. بتأمر شي عقيد؟ سلامتك أبو عجاج. لك الله يسلمك يا عقيد، يلا بخاطرك. الله معك. نصري. مور عقيد. اسمع نصري، قصدي يا أبو صياح. تسلم. بتروح هلا عند بيت أبو نجيب بتبلط قدامه. مثل الطير الطاير ما بتشوفه بتجي لعندي بتقلي. ما شوف يا عقيد. عاوزه. أمرك. مني لك اختي، والله الجوازي احسن لك من العيشه مع العربتين. لك قولي على قامتي، قولي على قامتي. لك ان شاء الله بموت بريحكم مني، لك ان شاء الله بموت بريحكم مني يا رب. لك اخي انت عارفه مين هاد ابو نجيب؟ هاد مسخره حاره عياش. بعد عقيد حاره عياش كلها اللي بينحلف براسه وبينحلف بحياته. بدكم تجوزوني لأوطى وأخس وأبخل واحد بحارة عياش؟ ليش أخي؟ ليش؟ الله يسامحكم يا رب، الله يسامحكم يا رب. يا أختي هيك إخواتك بدهم، شو بدنا نساوي يعني؟ أخي مو أنت قلت لي إنه رح تعوضني عن أمي وأبي وجوزي الله يرحمهم؟ إيه بلا أختي. مو قلت لي كمان إنه أبو أدهم الله يرحمه كان غالي عليك كتير؟ إيه والله يا أختي الله يرحمه، والله كان بسعر إخواتي وأكتر.
إما زال هيك لازم توقف معي، إذا مو من شاني من شان هاليتامى. بيهون عليك إنهم يتربوا عند الناس؟ أختي ليش شو دخل أولادك بالقصة؟ شو دخلهم؟ أنا إذا تجوزت اللي رح أتجوز وما رح يحوالي إياهم، ورح يضلوا عايشين عند مرت عمي إمشاي. بيهون عليك أخي. الطلب ما لبيتوا لي إياه، معناتها ما في داعي أطلب الطلب الثاني. عود عقيد، عود لقلك. استريح. بدك تعذرنا بهالطلب هاد، بس إذا كان في عندك طلب تاني قول وطول تكرم عيونك من عيني هي قبل هي، واعتبر طلبك ملبى. إلا بلا ورحمة أبو أدهم وأبقى عود لتقول شو هو طلبك، ومالك طلع من البيت لحتى تقول. قول عقيد. ماشي الحال عمي، أنا بيشرفني أطلب يد أختكم أم أدهم على سنة الله ورسوله. ولا اختي يمكن ترجع لبيتك ولادك. شو؟ يعني من دون ما اتزوج؟ لا رح تتزوج. ليش لك اخي؟ شاهر ما رضي يقنع اخواتك انه ما يزوجوني؟ لا والله يا اختي ما قدر. ولي على قامتي انا. وانت مبسوط كمان مو هيك؟ طبعا مبسوط اختي. بدك اياني ما انبسط. واحد مثل شاهر بدي يخطب اختي؟ شو؟ شاهر طلب ايدك من اخوك يا ابو دياب. شاهر؟ شو ليكون شاهر كمان مو عاجبك؟ لك اخي انت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي اختي. طيب ليش هيك صار؟ لانه ان اخواتك ميبسين راسهم بدهم يجوزوك، وشاهر مو راضيان يجوزوك لمين مكان، مشان هيك طلبك لنفسه. كله بقى. شو اختي عرفتي لي شو كان بده ابن عمه لابو ادهم؟ ايه عرفت. ايه وشو بده؟ جاي يخطب عفاف. شو بده يخطب عفاف؟ ايه عجبك على هالحكي؟ ليش هو ماله متجوز؟ عزابي وهلا هو عقيد حارت عياش هيك اللي جواب. عزابي وعقيد ودخلك قديش عمره؟ يعني شي 30 سنة. عزابي وعقيد حارته وعمره 30 سنة وجاي يخطب وحدة مثل عفاف أرملة وعندها 3 أولاد. أيوة معناها الشغلة فيها إنا. شو قصدك أختي؟ إيه أختي إيه كل شي بيصير. ستي ينباعوا بلعزة ما فيش رد عينا. هالجوازة لازم ما تصير. ليش أختي؟ خليها تتجوز منخلص منها. لا تتجوز واحد ختيار كركمة إيه، بس واحد مثل شاهر لا. ما شفتيها قبل ما يموت جوزها كيف كانت حاطة مناخيرها بالسما ومو عاجبها العجب ولا صيام برجب؟ إيه والله صحيح. شلون بقى إذا تجوزت لي هذا التاني؟ إيه معك حق. شو ملاقين فيها يا بعدي؟ حتى عريس رايح وعريس جاي. يا والله أنا أحلى منها. هيك كان إلي أبو قاعود. طارا يا جدي والله خسارة ويا حيف، ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.